اسرع اسرع. يلا حلو حلو ايوه يلا. الركبه الجانبيه بقى، الركبه الجانبيه رجلين يلا. ها لا 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 يا كوتش، مش هينفع، انا مش هشارك في البطوله دي. قول لهم ياجلوها، قول لهم اي حاجه، انا مش في المود. ياجلوا بطوله الجمهوريه عشان انت مش في المود؟ هي مش الرياضه مزاج؟ الاكل مزاج، الرياضه اخلاق. وبعدين افتكري النادي اللي بيضيع، انت دلوقتي نادي البولي متوقف كله على ايدك ورجلك. افتكري الناس اللي هتتشرد، الفلوس اللي هندفعها. افتكري كانتين النادي يا اسراء، افتكري الاسكالوب، النادي من غير اسكالوب، متخيله؟ مالك طيب، ايه اللي مضايقك؟ احكي لي. مشاكل عائليه مع جوزي، والبيت عندي مولع، شكلها خلاص كده. هي طب ما انا عندي حريقه في البيت، شكلي هرجع سنجل وافيلابل تاني. طب ايه اللي حصل احكي لي. للاسف اكتشفت خيانه اقرب الناس ليا. بنتك؟ بنتي ايه؟ لو بنتي اقول عيله وغلطت. مراتي. يا الله، فعلا الواحد لما يشوف بلاوي الناس بتهون عليه بلوته. يبقى يلا بينا بقى، يلا بينا نركز في البطوله دي وناخدها ونطلع همنا في التايكوندو. ولو يا ست الرياضه دي مش عاجباكي بعد كده اعتزلي وانت في القمه زيي. ايه ده؟ هو انت اعتزلت وانت في قمه المجد؟ في قمه الياس. كنت يائس ان انا العب، ما كانوش بيلعبوني خالص، المهم تبقي في القمه وخلاص. انت عارف يا كوتشو، انت كلامك بيحفزني قوي، يا ريت كانت كل الرجاله زيك. انا مش عارفه مين المجنونه دي اللي ممكن تخون راجل زيك. انا مش عارف مين المجنون اللي يبقى عنده ملاك بريء زيك ويفرط فيه. انت عارفه يا اسراء، انت لو ما كنتيش متجوزه كان ايه؟ كنا دخلنا بطوله افريقيا كمان. بس يلا مش مهم. جاهزه للتمرين؟ جاهزه. قوميني. ولا انت نفس الحاجه صح ولا نفس الحاجه؟ انسى، مش هينفع، مش هينفع تخش يا مستر موزو، بليز ما تنسينيش في شغلي. ولا يا كريم، خليه يدخلني بدل ما اقطع عنك المصروف. مصروف ايه؟ وانت عمرك اديته مصروف؟ عمري، بس دخلني يا موزو. انا عبد المأمور، موزو لو عرفت ان انا دخلتك هتقطع عيشي. ولا انت وهو، هو انا اقعد اربي فيكوا وفي الاخر تعضون انا؟ كريم، الست اللي جوه دي سرقت ابوك وسرقت امك وسرقت البواب. مش عارف اقولها لك ازاي، بس ما تاثرتش خالص بصراحه. ايه المشكله؟ انت اصلا بتسرقنا كل يوم. اوعى اوعى. امشي 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 امشي. لا مفيش حاجه يا هانم، ده بس الولد عايز يخش يلعب جوه مع الولاد الصغيرين وينبسط. الولد يا كلب الست يا جربوع، الولد مؤذيه مؤذيه جدا. عايز ايه يا نازو؟ عايز فلوس يا نازو اللي انت قلبتيها مني. انا ما خدتش حاجه. ما خدتيش حاجه؟ ما تستعبطيش يا نازو، فلوس اللعبه اللي خدتيها من عجم المندوب بتاع اللعبه. مندوب ايه؟ مش المندوب ده اللي بيجيب الفلوس من كوريا ويبعتها في حواله لواحد من دمنهور اسمه السيد السمنهوري. الدمنهوري او السمنهوري مش فارق. الدمنهوري السمنهوري اي حاجه. سيد ده بقى اللي كان بياخد لفته في مصر كلها يسدد ديون اللعبه وبعدين يرجع لها، يعني لسه قدامه شهرين ثلاثه عبال ما يجي. نازو، ما تعمليهمش عليا، انا ممكن اسجنك. تسجني؟ طب روح روح وبلغ عني وقول في عياله صغيره سرقت مني فلوس اللعبه.